تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في إعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما عودناكم برامجنا بتتنوع طبية صحية وكذلك توعوية، وطبعا مثل ما تعودنا أول فقرة من فقراتنا فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي. أسماء موجودة على الخط. بنرجع نتكلم في موضوع السوشيال ميديا بس بعد فقرتنا التوعوية، واليوم موضوعنا في فقرتنا التوعوية كذلك مهم، وبنتكلم عن الزبادي وفوائده. طبعا كلنا نعتمد على الزبادي في أشياء كثيرة خلال اليوم، يعني في كل وجبة تقريبا، في ناس تأخذها على الريوق، في ناس تأخذها على الغداء والعشاء، أو حتى كسناك أو شيء خفيف خلال اليوم. طبعا له فوائد كثيرة وبنتعرف عليها مع الأستاذة عفرة إبراهيم، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذة عفرة. أستاذة عفرة، أستاذة عفرة. اي نعم، صباح الخير، حياك الله ويانا في برامج صحة وسعادة. يا هلا فيكم مستمعينا. طبعا اليوم موضوعنا مهم ويختص بالزبادي وفوائده. نعم، اليوم راح نتكلم عن غذاء متميز فطعمه وقيمته الغذائيه العاليه، وهو يعتبر كأحد اهم المنتجات المصنعه في منطقتنا الجغرافيه اللي هو الروب يعني والزبادي. صحيح. عفرة، عفرة بس الصوت، بنرجع نتواصل وياك مره ثانيه على اساس الصوت يكون اوضح. مستمعينا راجعين مرة ثانية مع الأستاذ عفرة، وبنتكلم عن الزبادي وفوائده. مثل ما قالت، نحن نسميه روب، مرات يكون بدون أي نكهة، ومرات يكون فيه نكهات مضافة، يعني سواء نكهات فواكه أو نكهات إضافية مثل العسل وغيره، وفي أنواع كثيرة من الزبادي. نرجع مرة ثانية مع الأستاذ عفرة إبراهيم، وبتحدثنا أكثر عن الزبادي وفوائده. طبعا له فوائد كثيرة، وطبعا كفاية احتوائه على كميات الكالسيوم. في ناس كثيرة يمكن تعتمد على مكملات أساس هذه المكملات الغذائية، بس إذا كانت موجودة عندنا كوجبات أو كأقضية ناخذها فتكون وايد أحسن. نرجع للأستاذ عفراء. أستاذ عفراء، يا هلا فيك، حياك الله ويانا، كل التحيه لك اساس والسعاده لمستمعينا متابعينا اليوم. ان شاء الله للجميع، نتمنى لهم الصحه والسعاده والسموحه، بس عشان الصوت يكون واضح. فطبعا موضوعنا اليوم جدا مهم، وخاصه عن الزبادي وفوائده. نعم، اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن الغذاء المتميز في طعمه وقيمته الغذائيه العاليه. صحيح. وهو يعتبر كاحد اهم المنتجات المصنعه في منطقتنا الجغرافيه، اللي هو يدعى بالروب او الزبادي، وفي دول يسمونه اللبن الرايب. بس اول شيء لازم نعرف ان تاريخه، هذا الروب تاريخ تصنيعه يعود 800 سنه بعد الميلاد، يعني الناس يعرفون طريقه تصنيعه من فترات قديمه جدا، ويعتقد بأن الأتراك هم أول من أنتج هذا الغذاء،
اللي هو صحيح. طريقة تصنيع اللبن بهالصورة اللي هو كيكون زبادي أو رائب. نعم نعم. طبعا احنا عارفين ان الزبادي له قيمة غذائية، وقيمته الغذائية تبدأ من طعمه المتميز اللذيذ والمستساغ للفئات العمرية المختلفة. صحيح. كذلك قيمته العالية وثرائه بالمعادن التي تلعب دور كبير في صحة الأفراد، منها سمعنا عن الكالسيوم والفسفور كمعدن، فهو احنا لازم ان هذا الكالسيوم والفسفور عشان بناء وتطوير وترميم الكتلة العضلية ومنها الأسنان عشان نحافظ عليها. صحيح. وهو هذا مهم في مراحل الحمل والطفولة، مهم خزنه كذلك بكميات كافية للمرأة تحتاجه بعد ذلك في مرحلة انقطاع الطمث لتجنب وتقليل مضاعفات هشاشة العظام. صحيح. يوجد هذا الكالسيوم، يعني احنا ممكن نقول ان هذا الكالسيوم والفسفور موجود في كثير من الأغذية. ليش يعني لازم احنا نركز على اللبن او الحليب ان ناخذ منه الكالسيوم والفسفور؟ نقول لان الكالسيوم والفسفور موجود هنا فيه يكون على شكل ايون حر غير مرتبط، مما يحسن عمليه الامتصاص والاستفاده، يعني عمليه امتصاصنا واستفادتنا سريعه منه، تكون من الروب او الزبادي. كذلك الحموضه، الوسط الحامض الموجود في الروب تمنع او تثبط نوع من انواع المواد يسمونها حمض، اسمه حمض الفايتك، وهذا يعيق امتصاص الحديد. فإذا أنا موجود عندي حامض وسط حامضي، إذا بالعكس أنا أثبط أي شيء يعيق امتصاص الكالسيوم، عشان شيء امتصاص الكالسيوم قوي في هذه المادة الغذائية اللي هو الروب أو الروب بما معناه. ممتاز. عندنا المغنيسيوم، غني بالمغنيسيوم، فالمغنيسيوم مهم للعضلات وانقباضها. غني بالبوتاسيوم، البوتاسيوم ضروري للحفاظ على ضغط الجسم من خلال توازن السوائل اللي موجودة في الجسم. عندنا الزنك مهم لتطوير ونمو الأعضاء التناسلية ويشارك الأنسولين في تأدية وظائفه. ممتاز. كذلك عندنا الروب غني بالفيتامينات، ومن أهم الفيتامينات الغني فيها مجموعة بي كومبلكس مثل 2 و3 و6 و12، فهي تلعب دور في تخليق الدم وكذلك في تركيب الأعصاب، هي مهمة جدا. ممتاز. يحتوي كذلك الروب على كمية جيدة من البروتين، يعني كمية عالية وجيدة البروتين للجسم، والميزة الموجودة فيه إنه سهل الهضم. ليش؟ لأن عملية التخمر اللي مر فيها الحليب عشان يصير روب يجعل مادة أو بروتين معين اسمه بروتين الكازين يتخثر، وبالتالي لما إحنا ناكل الزبادي يكون سهل الهضم وما نحس بتلبك من البروتين الموجود فيه، لأنه أوريدي انهضم عن طريق عمليات التخمر. نعم. أما بالنسبة لفوائده اللي تنعكس على الصحة كصحة، أثبت الدراسات أن التوازن بين هاي المعادن اللي إحنا ذكرناها كلها يساعد على إعادة توازن أو آلية السوائل في الجسم والحفاظ على ضغط الدم، وبالتالي يخفض معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم والجلطات. إذا كله يمشي وراء بعضه، إذا نحافظ على ضغط الدم وتوازن السوائل بالتالي ينعكس على صحة الجسم في الدورة الدموية. صحيح. عملية التخثر، عملية التخثر اللي مر فيها الحليب تزيد من وجود الأحماض الدهنية الحرة منها اللينولينيك. هذه الدراسات أثبت أن هذا اللينولينيك يعمل على تحفيز الجهاز المناعي ومقاومة السرطانات وزيادة القدرة المناعية للأمعاء من خلال زيادة بروتين المناعة اللي هو IgA. ممتاز. وخصوصا إذا يبنى هذا الزبادي أو هذا الحليب عشان حوله زبادي ضفنا عليه البروبايوتيك اللي هي الكائنات أو الميكروبات الحية المفيدة للأمعاء، لو زدنا عليه هذا الرائب راح نحصل على فوائد أكبر تحسن وتوازن الميكروبات النافعة الموجودة في الأمعاء. ممتاز. في ميكروبات عندنا في الأمعاء احنا لازم نعززها ونزيد عددها ونحافظ عليها. صحيح. اللي هي اللي تقوم بعمليات التخمر، وبالتالي إذا تخمر الأكل في المعدة يزيد عمليات امتصاص لهاي الفوائد كلها في الجسم. كذلك هاي البكتيريا ملينة ومسهلة لمرور الفضلات، مما يساهم في الوقاية من مضاعفات الإمساك. فعلى أنت خذي عاد كل مشاكل الإمساك. صحيح. فإحنا نقي الجسم من هذا. صحيح. مفيدة في حالات عدم تحمل سكر الحليب، هذه تصير عند الأطفال اللي يتحسسون من الحليب، كذلك. صحيح. عندنا الكبار مرضى السكر فيهم يتحسسون في الحليب، فإذا أنا استبدلت بروب فأنا أقلل هاي. ليش؟ لأنه مش موجود سكر الحليب اللي هو اللاكتوز، تحول إلى لاكتيك، تحول لحمض.
فهو مو موجود إلا بنسب قليلة، بحيث إنه ما تشكل أعراض الانتفاخ والإسهال وكذا، فهم يتجنبون كل هاي المشاكل المصاحبة له. ممتاز. وجدت دراسات إنه يضبط نمو نوع من أنواع البكتيريا يسمونها الهيلوباكتر، وتسبب التهاب والقروح في المعدة. إحنا نتجنب هذا كله ونعزز صحتنا من خلال تناول كاس من الزبادي في اليوم. عفرة، بس في تساؤل بخصوص في أنواع من الزبادي، فرضا مثل الزبادي اليوناني أو الجريك يوغرت، يكون نفس الفوائد ولا في شيء خاصية مختلفة عن الزبادي العادي اللي نستخدمه؟ بالنسبة لتركيبة طبيعية، نقول للزبادي أفضل زبادي إحنا نأخذ اللي هو الزبادي الطبيعي. نعم. يعني مش منزوع الدسم ولا قليل الدسم، لأن أنا في النهاية أبي أحتفظ بكل الفيتامينات الذائبة في الدهون موجودة فيه. صحيح. هذه أول وحدة. ممتاز. لكن شركة عن شركة اللي يفرق هي عملية التصنيع. ففي شركات مثلا يزيدوا لك النشا عشان القوام، في شركات تزيد لك بروتين عشان بعد هي عملية تصنيعية. في النهاية يضيفون مواد ذات قيمة له، بس تصير نسبة وتناسب، يعني شيء يزيد البروتين وشيء تحافظ على نفس كمية البروتين، شيء يزيد الدهون وشيء تحافظ على نفس، عشان يعطون تكتشر أو قوام معين لهذا المنتج لهذه الشركة. ممتاز. فإحنا نعم، لا سمحي لي قاطعتك، استمر يا عفرة. تفضلي أختي، تفضلي. بخصوص كذلك في إضافات تنضاف كذلك للروب يعني أو الزبادي، يعني مثل الفواكه أو في مثل نكهات معينة أو عسل كذلك ينضاف. نعم، هذه إحنا نستخدمها متى؟ هاي طبعا إحنا نعزز القيمة الغذائية للروب. متى نستخدمها؟ لما مثلا الأطفال، إحنا أنا أحب طفلي كاحتياجات إلى أعطيه من 2 إلى 3 كوبايات من منتجات الألبان. فممكن أعطيه نصف كوباية روب. نعم. من ضمن احتياجاته، بس أوزعها على أشكال مختلفة. يعني نصف كوباية روب يأخذها من الأطفال يحبون يأكلونها ويا العيش، أي على العصر أبعطي بعد جرعة من أو كمية من هذه الحصة. فشو أعطيه على شكل زبادي بالفواكه. صحيح. أي مثلا بالليل أرجع أشوف شو طفلي يحب، هل يحبها بالفواكه أو يحبها مثلا بنكهة ثانية. فهاي النكهات تشجع سواء كان كبار السن اللي عندهم شهية ضعيفة أو الأطفال أنهم يأخذون حصتهم من مجموعة الألبان. صحيح، وهذا جدا مهم. نشكرك صراحة على الموضوع، وهو الزبادي وفوائد، يعني تعرفنا على فوائد كثيرة للزبادي، وكذلك على يعني الأنواع كذلك اللي موجودة، وكل نوع سبحان الله يعني بطريقة أن الواحد مثل ما ذكرتي اللي مضيوف للنكهة أو مضيوف لفواكه تشجع الطفل أو تشجع حتى كبير السن أو الأشخاص، يعني أي شخص يقدر يأكله ما يحس أنه كرر الزبادي في نفس اليوم أكثر عن مرة، وبالعكس تشجع أن يأخذ أكثر وأكثر. نعم. نشكرك الأستاذة عفرة إبراهيم، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. العفو لك. شكرا لك. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا وتحدثنا عن الزبادي وفوائده. بنطلع فاصل وراجع لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير مرة ثانية، حياكم الله ويانا في برامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-5-1-4-1-4 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. طبعا فقرتنا المميزة اللي تعودنا عليها اللي هي فقرة السوشيال ميديا، بناخذها الحين مع زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا. اليوم ناخذكم ببعض الاشارات. احب اشكر جميع افراد المجتمع على اطلاقهم وسم ملتزمون يا وطن. صحيح. ما يعني مع التزام الجميع ان شاء الله نحن نقدر كلنا نقضي على انتشار هذا الفيروس، لان دكتوره جزء كبير من يعني ايقاف انتشار الفيروس هو مجتمعي. يعني ممكن نقول يعني كل شخص إذا مثلا عزل نفسه وقام ثلاثة يكون عند الحجر المنزلي وتفي غرفته وما مرض اللي حوله وهلا ما مرضى واللي حولهم، يعني نحن نقدر نقضي عليه. يعني ما نبي يعني
مثلا في بعض الدول كان في مثلا وحدة بس رفضت هذا الشيء، وتقريبا 80% من المصابين كانت هي سبب وراهم. صحيح. فالشخص إذا كان مسافر جاي من السفر، خليك في غرفتك 14 يوم، ما في شيء بيصير له يعني 14 يوم واحد تنزل غرفته، ولا أنه يكون سبب أنه ينقل العدوى لأكثر من شخص. جزء يعني من نحن كأفراد مجتمع، أن كل واحد فينا يكون ملتزم أنه مثلا يوقف انتشار الفيروس. لو كل يعني لو شو ما صار من الجهات وحاولوا وسووا فحوصات وهذا كله، لكن أنا ممكن أوقف هذا كله. صحيح. إذا أنا عزلت نفسي وخذت إجراءات الاحتياطية وما جنبت أماكن الزحمة. صحيح. يعني وإذا حسيت إذا كنت جاي من السفر عزلت نفسي عن الحريق، قعدت يعني إذا خالطت شخص كان مصاب عزلت نفسي، طلعت الأعراض اتصلت الجهات المعنية، فهذا كله بيساهم بشكل كبير، جزء كبير من توقف الفيروس هذا عن الانتشار هو من المجتمع. الوقاية 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 خير من العلاج، خاصة في أي شيء. فنحن أيضا كنت ما صرحنا بهذا الوسم قاعدين نشارك فيه، ما شاء الله التفاعل كبير صراحة، يعني تلاحظين التفاعل كبير وهذا يشجعك يعني، وصراحة رسالة شكر يعني للمجتمع صراحة، التعاون الكبير اللي نشوفه كذلك. هي في بعض الأشخاص بزين كيف يعني يدخلوا واحد 14 يوم من يقدر يتحمل عشان بلادي بيتحمل، وثاني شيء اسمه يقدر يستقل الواحد. صح، وعشان يقدر يستقل الواحد هالوقت يعني 14 يوم صح، بس في اشياء وايدة توصلك وانت قاعد في مكانك، الانترنت مفتوح، يقدر الواحد يستقل اشياء كثيرة يتعلمها يطبقها. انا ما بتلقي يعني اشياء كثيره ما تلقين تلحقين عليها. يعني انا البارح كنت اتكلم مع اشخاص معينين يعني، وكانوا يطرحون قالوا لي يعني خلال هاي الفتره اللي قعدنا او اللي قاعدين فيها صدق قمنا نرتب افكارنا، نقرا اشياء معينه، ابتدينا نفكر عقب يعني قبل الدنيا شغلتنا واشياء وايد شغلتنا، الحين قعدنا فكرنا رتبنا اشياء كثيره حتى في حياتنا. يعني كيف الواحد يستقلها هذه الأيام يعني، وفي نفس الوقت أهم شيء حب الوطن صراحة، يعني عشان بلادك وعشان الناس كذلك اللي موجودة. يعني واحد يجي في وايد برامج وايد أشياء يعني، أو يعني من الحين عندي أشياء اللي بحقها يعني حاطة لست في بالي وموجودة في غرفتي عمري يعني. يعني أنا بالنسبة لي أنا كأسمه أنا حاطة مصحفي، حاطة الكندل لأن أنا أحب أقرأ إلكتروني، كتبي موجودة، لابتوبي، أحسب ما يسوي اشتراك مع قنوات مثل الأفلام، يعني كل شيء مرتب عندي. يعني تبين جد تبين كتب. نتمنى السلامة، نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، ولا حد يحتاج لهذا، الواحد يأخذ احتياطه كوقاية كذلك. نعم. يتم لي برنامج أنا 14 يوم إذا كنت أنا مع نفسي. وصدقيني ترى هل ال 14 يوم ممكن الشخص يعيد وايد من حساباته وايد. صحيح. مثلا انا عندي شيء اسمه مي تايم، يعني ها لازم ساعتين في الاسبوع اقعد فيها، الحين مو موجوده هالساعتين بس ساعتين اقعد فيها مع نفسي، ارتب اولوياتي، اعيد حساباتي، هالاشياء وايد تساعدني انا في يومي، يعني في خلال اسبوع يتعدل لي اسبوع كامل. صحيح. فلما واحد يقعد مع نفسه يكتب فيه وايد اشياء، لكن يعني إذا نحن شفناها من الجانب الإيجابي. صحيح. وهاي نقطة جدا مهمة فعلا. نحن أيضا بدينا نحط أجوبة الأسئلة اللي تم إضافتها في هاشتاج أكسدي دكتور. نعم. وبعدين نحط الأجوبة نحن نقل إعلامها لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. نعم. على قنوات التواصل الاجتماعي. ممتاز. يشوفون هاشتاج يدخلون حساباتنا يشوفون الأجوبة. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول لا تكثر من لوم نفسك عند الخطأ، بل فكر في كيفية تصحيحه. نحن مشكلتنا وايد we overthink الأشياء اللي سويناها غلط، ليه ما نكره اليوم اللي ولدنا فيه، لكن بدل ما نسوي هالشيء ممكن نسوي overthinking كيف نحن نحدد الخطأ. ودمتي بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك.
مستمعينا كانت هذه فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا. ننتقل لموضوعنا الثاني في هذه الفقرة، وبنتكلم عن الحديث عن الاهتمام بصحة الفم والأسنان، خاصة بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، مع الدكتورة شيمة بن ربيع أخصائية الفم والأسنان في قطاع الرعاية الصحية الأولية. صبحت الله بالخير دكتورة شيمة. صباح النور دكتورة، صبحكم الله بالخير. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك دكتورة شيمة. طبعا الفم والأسنان لهم أهمية كبيرة، يعني والجميع لا تخفى عليه هاي الأهمية، وخاصة في الوضع الحين عندنا الراهن، ونفس ما ذكرنا كنا نتطرق مع زميلتنا أسماء الجناحي خلال السوشيال ميديا بخصوص الأشخاص اللي جايين من السفر قاعد في فترة معينة، يعني مثل نقول الحجر المنزلي يكون فترة 14 يوم، كذلك الأشخاص اللي يعني نفضل وندعوهم أنهم ما يلجؤون للأماكن المزدحمة تفاديا لانتقال العدوى. طبعا صحة الفم والأسنان واحدة من أهم يعني الأشياء اللي نذكرها، ومرات نطمن يعني نقول هذا المثل ويع السن سبحان الله، يعني ألم يكون كبير. فحابين نتعرف أكثر عن كيف الواحد يحافظ على صحة أسنانه في البيت خاصة في هذه الفترة. صحيح بالضبط، يعني احنا في فترة جدا صعبة، وان شاء الله نتمنى ان هذه ازمة وتعدي ان شاء الله. بس مثل ما قلتي في البيت، صحيح بعض المرضى حاطين في بالهم ان زيارة طبيب الاسنان هي الشيء الوحيد بس يعني حفاظ على الاسنان بس لهذه الزيارة. صحيح، احنا دائما ننصح المرضى ونقولهم الوقاية خير من العلاج. الوقاية وين تكون؟ تكون في البيت نفسه، في مع أفراد العائلة نفسها، كل واحد يعلم الثاني. طبعا هم كيف يتعلمون؟ عن طريق زيارتهم لعيادة الأسنان. طبعا نحن نعطي الإرشادات التوعوية بعد اللي هي جلسة التنظيف، مثلا كيف الإنسان يحافظ على الأسنان، كيف يفرش أسنانه، شو الأدوات اللي احنا نستخدمها للحفاظ على الأسنان من التسوس، من التهابات اللثة أو غيرها. ففي أربع أشياء صراحة رئيسية أنا دائما أقول للمرضى لازم تكون عندكم في البيت، وهالأربع أشياء طبعا ما فيها مشاركة، طبعا كل شخص يكون هذا الشيء خاص فيه، ممتاز. اللي هي فرشاة الأسنان، نعم. الأداة الخاصة في تنظيف اللسان، خيط الأسنان، والمضمضة. طبعا مو بشرط يعني نستخدم مثلا المضمضة يوميا، هو الأساس في كل شيء من هالأشياء الأربعة اللي ذكرتها هو الفرشاة. فرشاة الأسنان طبعا قبل كل شيء لازم يختارون الفرشاة الصحيحة اللي هي تكون شعيراتها يا وسط يا ناعمة، نعم. حيث أنه ما تضر اللثة، حيث أنه ما تجرح اللثة، وفي نفس الوقت لازم طريقة التفريش تكون صحيحة. بعض المرضى يجونا يقولون والله أنا أفرش أسناني 5 مرات في اليوم، المفروض تكون نظيفة وزينة وما فيها بكتيريا وما فيها أي التهابات في اللثة. فأنا أقول لهم إذا فرشت حتى لو 10 مرات في اليوم، إذا كان طريقة التفريش خاطئة أنت ما بتستفيد. صحيح. البكتيريا بتتجمع أكثر وأكثر. وهذه نقطة جدا مهمة. هي والبكتيريا إذا تجمعت تترك فرصة للالتهابات أن تزيد في اللثة. الشيء الآخر أن حتى هذه الالتهابات ممكن تأثر، حتى التهابات اللثة تأثر على القلب. فنحن في هذه الفترة لازم مناعة الإنسان تكون جدا عالية. لازم الإنسان يوعي نفسه، يسمع النصائح اللي إحنا نقدمها في العيادة. دائما انا اعتبر زياره الاسنان هي زياره وقائيه، معناته شو؟ الاساس في البيت. صحيح. فلازم بعد ما نتعرف على طريقه التفريش الصحيحه نتذكر اوكي انا عرفت كيف افرش صح، لازم اخذ الوقت الكافي، يعني ما افرش بطريقه سريعه وخلاص، لا اخذ على الاقل 2 إلى 3 دقائق. خلصت التفريش الجأ للاداه الخاصه في تنظيف اللسان. البعض يتساءل والله ليش أنا أنظف لساني، تراني أنا فرشت أسناني. بالعكس، البكتيريا تتجمع أكثر شيء على اللسان، شو تسبب بالتالي؟ الروائح الكريهة. الروائح الكريهة طبعا هذه تضر الإنسان نفسه، الشخص نفسه اللي جالس واللي أمامه طبعا. أكيد. بعد ما خلص من تنظيف اللسان نستخدم الخيط. خيط الأسنان البعض يفكر أنه هو شيء غير أساسي، بالعكس نحن دائما دائما نذكر المرضى أن خيط الأسنان مو بس ينظف بين الأسنان، بالعكس يحافظ على عمر الضرس، يعني عمر الضرس بيبقى فترة أطول.
وهذا هدفنا نحن طبعا في عيادات الأسنان، نحاول نحافظ على السن ما نخسره، ودائما ننصح المرضى بهذا الشيء. وأخيرا ليس آخرا المضمضة، المضمضة اللي هي متواجدة في الصيدليات. نعم. هذا إذا ما كان عنده أي التهاب في اللثة، أما إذا في التهابات شديدة طبعا نحن نوصف لهم مضمضة خاصة عندنا في العيادات يلتزم فيها المريض فترة معينة. ممتاز. وهذه النقاط الجميل ذكرتيها أنك أربع نقاط الواحد سهل يتذكرها أساسية. وكذلك وأساسية كذلك، ونفس ما ذكرتي اللي هي النقطة المهمة، الواحد بعدد تنظيف عدد مرات تنظيفه للأسنان بالضبط. بطريقة طريقتك أنت في تنظيف السن بالطريقة الصحيحة ولا لا. دكتورة شيمة، بالنسبة لأمراض الفم والأسنان، شو هي أكثر الأمراض انتشاراً؟ أكثر شيء اللي هي إحنا نسميها الجينجيفايتس، اللي هي تكون مأثرة على اللثة نتيجة اللي هو تكون البكتيريا اللي هو البلاك. نعم. وبعد ما يتم هذا البلاك فترة وايد طويلة يتحول إلى جير، وهذا الشيء يسبب حتى انحسار مرات في اللثة. فبعض المرضى يوم يشوفون هذا الشيء على الأسنان يعني يتقاعس في تفريش الأسنان، يقول أنا ما بفرش أسناني أحس بألم، أو بعدين بصير بيسوي لي تنظيف، فيكون اعتماد الكلي على تنظيف الأسنان في العيادة فقط، وهذا الشيء خاطئ. فالمرضى اللي يعانون من نزيف في اللثة. نعم. وقت التفريش معناته لازم يركز، هو معناته يالس يفرش غلط، أو ممكن عنده نقص في بعض الفيتامينات أولها فيتامين سي، أو ممكن يكون فيه تجمعات للأكل هو ما شافها نتيجة شو مثلا ما كان يستخدم الخيط. فأمراض اللثة هي اللي هي يعني الشيء الأساسي اللي نحن ما نبى المريض يوصلها. في أمراض وراثية، وفي أمراض اللي هي عن طريق اللي هي الأشياء اليومية اللي المفروض الشخص يلتزم فيها وما التزم فيها. ممتاز. في سبحان الله نفس النقطة اللي طرحتيها من البداية، الوقاية خير من العلاج، خير يعني صحيح. وفي أشياء بسيطة نقدر نسويها وتقينا من أمراض كثيرة خاصة في الفم والأسنان. دكتورة شيمة، كلمة أخيرة توجهين المستمعين خلال البرنامج. أولا أنا شاكرة لكم على هذه المكالمة والاستضافة الجميلة. طبعا أنا أنصح المستمعين حاولوا قدر المستطاع إذا أنتم تعلمتوا أي معلومة جديدة لازم تنشرونها، حاولوا تشجعون بعض في البيت بالحفاظ على الأسنان، لأن نحن هدفنا وشعارنا أن ما نبغى نخسر الضرس، وما نبغى المريض يوصلنا للعيادة في آخر مراحل مثلا تسوس، آخر مراحل تسوس معناته هو جاي وعنده ألم وانتفاخ والتهاب، فإحنا ما نبى المرضى يوصلون لهذه المراحل، نبى الوقاية تكون من البيت. حتى الطعام، ترى الأكل يلعب دور في هذا الشيء، الأكل الصحي، خضروات، فواكه، ألياف، كلها وايد مفيدة للأسنان. أما عكس ذلك اللي هي الأكل اللي يحتوي على السكريات، الأصباغ، هذا يأثر على الأسنان بشكل سلبي، لأن هذه الأصباغ يعني والأشياء هذه السكريات بتتجمع الأحماض على الأسنان وفترة طويلة ممكن تؤدي إلى تصبغات وبعد التسوس. ممتاز. فالوقاية هي الأساسية من البيت. صحيح. أما بالنسبة لنا نحن كتوعية. يعني زيارة لنا التوعية وتخفيف عليه هو كمريض، بيكون جاي مرتاح زائر طبيب الأسنان، بس فحص عادي، توعية، نصايح، ويتوكل. هذا الشيء بيشجع يزورنا أكثر وأكثر. صحيح. أما إذا جانا مع ألم شوي بيتخوف من العملية اللي ممكن تصير له، بعضهم عندهم تخوف من التخدير وغير ذلك. صحيح. الواحد يتجنب هالأشياء. ونفس ما قلتي الوقاية خير من العلاج. الدكتورة شيمة بن ربيع أخصائية الفم والأسنان بقطاع الرعاية الصحية الأولية، شكرا لك. حبيبتي تسلمين، العفو. حياك الله ويانا مستمعينا، كانت هذه فقراتنا وتحدثنا عن اهتمام بصحة الفم والأسنان وبمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان. طالعين فاصل، خلكم ويانا، راجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. نتحدث الحين في فقرتنا بخصوص المشاركة في أول مسح صحي شامل لأمراض العيون، ويانا الأستاذة شروق البنا، مدير مشاريع في مؤسسة نور دبي، وبنتعرف أكثر بخصوص هذا المسح الشامل. صبحت الله بالخير أستاذة شروق. أستاذة شروق،
نعم. صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور يا هلا. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أهلين مرحبا أهلين. أستاذ الشروق طبعا بنتكلم عن المسح الصحي الشامل لأمراض العيون، فحابين نتعرف أكثر عن هذا المسح وكذلك شو هي أهميته. أهميته أوكي، مسح دبي لصحة العيون هو مشروع يستوي أول مرة في إمارة دبي، لأن اكتشفنا أن المعلومات اللي عندنا إياها عن أمراض العيون والتعداد وهاي كلها يعني مبنية على دراسات بسيطة، مش مبنية على مسح كامل للإمارة. فتكمل الأهمية، فهني يعني لقينا الأهمية أنه لازم يستوي مسح شامل لكل المقيمين في إمارة دبي عشان نعرف شو وضع صحة العيون في الإمارة. ممتاز، وخاصة أن التركيز هذا للعيون بالذات، وهذا أول مسح صحي يتطرق لهذا العضو المهم في جسم الإنسان. نعم بالضبط، لأن عادة المسوحات بشكل عام تتسوى بشكل بسيط عن طريق الأسئلة وعن طريق مثلا يكون فقط فني البصريات وممرضة يفحصون العيون، ولكن قررنا أن يكون الفحص شامل. نعم. لدراسة جميع الأمراض المتعلقة بالعيون، علشان شيء ضمن هذا المسح أطباء عيون كذلك من ضمن الفريق الطبي الطاقم اللي يشتغل معنا. ممتاز أستاذ الشروق، طبعا المسح الصحي لأمراض العيون طبعا له مميزات، فحابين نتعرف على شو الشيء اللي يميزه، خاصة أن تم إطلاقه كأول مسح صحي شامل لأمراض العيون. أوكي، اللي يميز هذا المسح غير شموليته واللي جميع الأمراض اللي بنفحصها اللي لها خص صحة العيون، لكن كذلك المسح بيتسوى في مواقع مختلفة. عادة المسوحات تستوي مثلا عن طريق الأسئلة، عن طريق التليفونات، عن طريق الاستبيانات أو زيارات منزلية، ولكن نحن دعينا الناس في هذه المرحلة الأولى أنهم هم يجون إلى 4 مواقع. نعم. كانت من ضمن القطاع الخاص والقطاع الحكومي للصحة في إمارات دبي، يحضرون حسب المواعيد اللي تناسبهم، الأماكن، الأوقات اللي تناسبهم علشان نسويهم الفحص. والفحص عادة كان يعني يستغرق ما بين 20 إلى 25 دقيقة للفرد الواحد. ممتاز، يعني أنا مب يعني حتى الوقت يعني يعني فترة بسيطة، يعني مب فترة طويلة. نعم فترة بسيطة فعلا، فترة بسيطة، وتم تدريب الكادر الطبي على يعني هذه إن يكون الفحص جدا شامل وقصير، ويبنى من جامعة ملبورن في أستراليا اللي هم السنتر أوف آي ريسيرش أستراليا، عشان يدربون الطاقم الطبي للقيام بهذه الفحوصات وبهذا المسح على أكمل وجه. ممتاز، أكيد في فئات مستهدفة لهذا المسح أستاذ الشروق، خاصة أنه بيكون كأول مسح وبيضم فئات كثيرة، فحابين نتعرف شو الفئة المستهدفة لتغطية هذا المسح الشامل. طبعا اللي مشتركين معنا في هذا المشروع هم مركز بيل الإحصاء. نعم. ومركزين على عينة يعني بيزقرونهم عشوائيا، لكن هذه العينة يزقرونهم من جميع المقيمين في إمارة دبي، وتحديدا كل الناس اللي عمرهم 40 سنة وما فوق، الإماراتيين وغير الإماراتيين. ممتاز، يعني بيكون من 40 سنة وما فوق. وما فوق، نعم. ونحن حاليا على فكرة في الأيام الأخيرة من المرحلة الأولى للمسح اللي هي جمع البيانات، بديناها في ديسمبر 2019 الحين. نعم. خلاص هذا الأسبوع الأخير. نعم. يعني خلاص ما تمت غير 3-4 أيام للفحوصات الأخيرة. يعطيكم العافية، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أستاذ الشروق، أكيد في عدد معين كذلك للمستهدفين في هذا المسح. نعم، المستهدفين هم 2190 شخص من المقيمين في إمارة دبي. عدد ما شاء الله كبير. الحمد لله. ومن جميع الجنسيات وجميع الفئات. وهذا يعطي للمسح كذلك قوة كبيرة، أن بداية العدد كبير، فئات معينة حددتوا الفئة اللي أنتوا بتنعمل عليها المسح، يعني حتى تعطي قوة كبيرة يعني، ونتائج تكون أهم وأكبر.
بالضبط هذا الاختلاف، وهذه العينة إن شاء الله بتكون شاملة وبتعطينا مثل ما تقولين representative عن إمارة دبي إن شاء الله. ممتاز. أستاذ شروق، أنت طرقتي لفئات معينة كانت مشاركة وياكم أو ولا زالت كذلك مشاركة وياكم في هذا المسح الصحي، فحابين نتعرف أكثر على الجهات المشاركة وياكم في هذا المسح. بالنسبة لمسح دبي لصحة العيون، الجهات المشاركة معنا طبعا في القطاع الحكومي عندنا هيئة صحة دبي، وعندنا مركز بين الإحصاء، وكذلك نحن مؤسسة نور بين مشاكين، ومن القطاع الخاص عندنا مستشفى الزهرة وعندنا مستشفى مدكير، وكذلك ريفولي آيزون مشاركين نظام الخير لكل المساهمين معنا في المسح، كانوا يعطونهم باوترات كهدايا، وكانوا موفرين لهم كذلك مسح أسبوعي لهدية قيمة من عندهم، فكل أسبوع كان عندنا فايز واحد بهدية قيمة. ممتاز، هذا تشجيع كذلك يعني للمسح وكذلك تشجيع. نعم، غير أن تشجيع دكتورة هو كذلك شكر بسيط لكل المساهمين معنا، لأن احنا مقدرين أن الناس مشغولين، بعض الشفتات مثلا تكون صباحية بعضها مسائية، لكن بما لهم تعنوا وحضروا من الموعد على الوقت، هذا شكر بسيط منا احنا لهم. صحيح، لأن آثار المسح بتكون كبيرة صراحة يعني، وأي واحد حضر ونعمل عليه المسح كذلك يعني هو مشارك كذلك في هذا المسح. نعم بالضبط. بالنسبة للمسح يعني كيف يتم الاتصال أو التواصل مع الفئة المستهدفة؟ اللي كان صاير أن هذه العينة، عينة المسح اللي هي من ضمنها 2190 شخص، اللائحة موجودة عند مركز دبي للإحصاء، فقاموا يتصلون بالناس ويعطونهم مثلا خيارات بين المواعيد وبين المواقع، فيتم الاتصال فيهم أولا، إذا وافقوا نحطهم في الجدول، وكذلك يتم الاتصال فيهم للتذكير، وكذلك كان يوصل للجميع المشاركين SMS للتذكير مع لوكيشن الموقع عشان ما يضيعون وما يتأخرون. ممتاز، وهذا يعني يعزز الطريقة حتى اهتمامكم بالمرضى اللي اخترتوهم كذلك للمسح يعني الاتصال توجيههم، يعني شيء جدا جميل وتشكرون عليه خلال الفترة اللي طافت، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله لنهاية هذا المسح. أستاذ شروق، كلمة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج؟ أتوقع بما أننا نحن الحين في نهاية المرحلة الأولى من جمع البيانات، الكلمة الوحيدة اللي المفروض أقولها هي كلمة شكر. أشكر الطاقم الطبي، جميع العاملين هذا المسح، لأن شغلنا توه بدايات بنكمل، لكن كذلك أحب أخص بالشكر جميع المشاركين اللي تعنوا وكانوا مهتمين بالمساهمة، فرد فرد فيهم، كل اللي حضر مواعيده فعلا شكرا جزيلا على مساهمتكم. ونشكرك أستاذ شروق، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وهذه رسالة شكر من البرنامج لكل من ساهم في هذا المسح، خاصة أن هذا أول مسح صحي شامل لأمراض العيون والعين، يعني سبحان الله واحد من أهم الأعضاء في جسم الإنسان يعني، وأهميته كبيرة، فيعني الدور هذا كبير، وشارك فيه سواء الطاقم الطبي اللي حضر، الأشخاص اللي حضروا اللي تواصلوا، الجهات المشاركة، وكذلك الأشخاص اللي حضروا عشان هذا المسح، فهاي رسالة شكر من البرنامج لهم. أستاذ شروق البنا، مدير مشاريع مؤسسة نور دبي، شكرا لك. شكرا لكم، جزاكم الله خير. شكرا لك وحياك الله ويانا. شكرا مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص أول مسح صحي شامل لأمراض العيون، وكانت هذه آخر فقرة لنا في البرنامج. نذكركم مرة ثانية، الوقاية خير من العلاج، في أشياء وتدابير وقائية بسيطة نقدر نسويها ويعني نستغني عن أشياء كثيرة كذلك، وتقينا من أمراض كثيرة، غسل اليدين بالماء والصابون بالمعقم إذا ما كان متوفر، ننظف الأشياء اللي نستخدمها أو قبل ما نستخدمها كذلك، كذلك بالنسبة للأماكن المزدحمة قد ما نقدر نتفادى نكون في الأماكن المزدحمة لتقليل التعرض لأي عدوى من أي شخص كان، وكذلك بالنسبة للأشخاص اللي يحسون بأعراض مثل أعراض الزكام، حرارة، كحة، يقدرون يتوجهون لأقرب مركز صحي لأخذ المشورة الطبية، وكذلك نقد ما نقدر نبتعد من الأشخاص كبار السن أو الأطفال أو اللي مناعتهم قليلة أو حتى الأصحاء، أساس عدم انتشار العدوى لهم عن طريق طبعا الاتصال المباشر فيهم. مستمعينا، كانت هذه حلقتنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر
10 على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشل البسطي، نلقاكم إن شاء الله باكر ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.